branching operation أو تعليمات التفرع. هنالك نوعين من تعليمات التفرع أو تعليمات القفز أو تعليمات الانتقال في الشفرة. هذه النوعين هي الـ unconditional branch، التفرع غير المشروط، يعني تذهب إلى موقع آخر في الشفرة قبل أو بعد دون قيد أو شرط. conditional branching تعني أنه تذهب إلى موقع آخر في الشفرة أيضا قبل أو بعد، لكن بشرط حدوث حالة معينة أو شرط معين. إذا توفر هذا الشرط يحدث القفز، عدا ذلك لا يحدث القفز. unconditional branch الغير المشروط، تعليمات القفز غير المشروط، jump أول تعليمة ويلحقها address، هذه التعليمة يجي معها address، هذا الادرس هو اللي مطلوب أنه نقفز له. هذا الادرس مكون من 16 بت. التعليمة معناها jump to address specified، يعني كأنما go to في لغة برمجة عالية المستوى. تعليمة أخرى تعليمة الاستدعاء call، call يجي معها أيضا address ذو 16 بت. هذا الادرس هو اللي مطلوب أن يتم الانتقال إليه، كأنما هو أدرس لبرنامج فرعي يتم الانتقال إلى. return هذه التعليمة وما يجي معها أدرس، هذه التعليمة بدون أدرس، هذه تكون في نهاية البرنامج الفرعي اللي نقفز له مع call، فيكون في نهاية return، يعني عودة إلى البرنامج الرئيسي. هنا كل الأدرس هذا اللي يجي مع الكول والجمب هو أدرس مكون من 16 بت. طالما نقول أدرس، الأدرس 16 بت لأن معالجنا يعمل ب 16 بت أدرس، المعالج 8085. conditional branch القفز أو التفرع المشروط إلى عدة تعليمات، وتعني go to new location الموقع الجديد، سواء كان قبل هذا الموقع اللي احنا به أو بعد الموقع اللي احنا به، أيا كان اللي محدد بالعنوان إذا تحقق الشرط. شنو التعليمات اللي تتوفر في هذا النطاق من القفز المشروط؟ jump if zero ومعها address، jump on zero أو jump if zero يعني go to الادرس هذا، الذهاب إلى هذا الادرس أو الانتقال إلى هذا الادرس إذا تحقق شرط أنه zero flag set، zero flag set flag العلم zero إذا كان set يعني واحد يتم القفز، عدا ذلك ما يتم القفز. عكسها jump on no zero، jump on no zero أو not zero يتم القفز إذا كان العلم z flag zero flag not set إذا كان صفرا، يعني إذا كان العلم ما مأشر يتم القفز. هنا إذا كان العلم مأشر واحد يعني العلم مرفوع كأنما يتم القفز. هذه التعليمة عكس هذا التعليم، أو هذا الشرط عكس هذا الشرط. طبعا هو علم الزيرو بما يتأثر، يتأثر ب، إذا تلاحظون بالجدول اللي ذكرت لكم إياه بآخر الكتاب موجود كل الأعلام تتأثر بالتعليمات، إنما عليها check أو واحد أو صفر. علم زيرو يتأثر بالتعليمات الحسابية والمنطقية، يتأثر بكل التعليمات الحسابية والمنطقية. فمثلا لو طرحنا عددين وكان الناتج صفرا، فإذا هذا العلم راح يأشر، فبالتالي لو استخدمنا تعليمة jump في هذه اللحظة بعد تعليمة الطرح مثلا راح يكون متحقق الشرط يتم القفز. إذا لم يتحقق الشرط يعني ما الناتج ما كان صفرا ما راح يتم القفز. jump on carry هذه التعليمة jump on carry هذه أيضا يلحقها أدرس. طبعا كل هذه التعليمات القفز المشروط الجمب معها أدرس، يعني بالجمب عندنا جمب بدون شرط وعندنا جمب بشرط، عدة أشكال هذه منها كلها يجي معها أدرس. جمب إذا تحقق الشرط الفائض، الذهاب إلى العنوان أو القفز إلى العنوان المحدد هنا بأدرس اللي هو ذو 16 بت طبعا، إذا تحقق الشرط أنه الكاري فلاج يساوي واحد يعني هنالك فائض. طبعا الكاري فلاج يؤشر إذا كان هنالك فائض، وكذلك يؤشر إذا كان هنالك استدانة، يعني مع عملية الطرح يشتغل ومع عملية الجمع يشتغل. إذا جمعنا عددين وكان هنالك فائض من الجمع يؤشر يصير واحد، وإذا طرحنا عددين كان هنالك استدانة فيؤشر هذا العلم أيضا. إذن هو ليس للفائض فقط وإنما للفائض أو الاستدانة. وكيف نعرف الآن هو بواحد فرضا، هذا العلم بواحد، كيف نعرف هذا فائض أو استدانة؟ هذا السؤال ممكن يتبادر أذهانكم. نقول بأن العملية اللي قبل شنو كانت، الآن آخر عملية نفذناها شنو كانت؟ كانت عملية طرح،
فإذا هذه استدانة أكيد، هذا جاي أشار على استدانة. أما إذا كانت آخر عملية نفذناها وأثرت على العلم هي عملية جمع، فبالتأكيد هذا العلم هو يأشر على فاض. jump if no carry عكسها، إذا لم يتحقق الكري تقفز، إذا لم يتحقق الكري تقفز. jump if plus يعني if positive نقدر نقول، هذه يتم القفز إلى العنوان إذا كان sign flag is not set. is not set ليش؟ ب sign flag الصفر يعني موجب والواحد يعني سالب، فإذا أشر العلم صفر كان العلم صفر يعني موجب، وهنا نقول اقفز إذا plus. بينما عكسها jump if minus or jump on minus يقفز إذا كان العلم واحد، لأن واحد بالساين فلاج تعني سالب. مجموعة التعليمات اللي خاصة بالماشين كنترول، التحكم بالماكينة يعني التحكم بالحاسب الدقيق. تعليمة halt هذه stop execution لأي برنامج، stop executing the program، فالexecution هنا أنا راح يتوقف، يوصل لهذه يتوقف خلاص، يتوقف عندها يعني كان احنا نريد ننهي التنفيذ هنا بعد ما ينفذ فشي، يعني ما يستمر وراها ينفذ فشي، يتوقف تماما عند هذه التعليمة. تعليمة أخرى no operation، no operation اسمها التعليمة no op أو no operation، هي بالضبط تنفذ do nothing، no operation مثل اسمها. ليش هاي موجودة التعليمة؟ هذه موجودة التعليمة حتى فقط تنطيني تأخير زمني، وهذه التعليمة تنطيني تأخير زمني 4 نبضات. ممكن أنه أنا أخليها في أي حلقة تكرار أفهم أنه هذه التعليمة تنطيني زمن 4 نبضات، فلو ضربت الحلقة التكرار مثلا في 100، العداد مالتها 100، فراح يكون 100 مرة 4 نبضات، أحصل كأنما 400 نبضة تأخير أو 400 نبضة من الزمن، أو يعني حسب أنه أنا ليش أستخدم. مرة غير حالة ممكن نستخدم النو أوبريشن حتى نبدل أي تعليمة موجودة بالشفرة وما نريدها، نريد نلغيها. يعني شلون؟ يعني احنا من نقعد نكتب البرنامج ونترجم إلى شفرة الماكينة، ثم نحمل شفرة الماكينة في الميموري ونبدأ بفحص هذه الشفرة ونشوفها صحيح جاي تنفذ أو لا. ممكن بعد ما ننفذ نشوف انه هناك تعليمه زايده نحتاج ديبوجينج نسوي البرنامج، نعدل على البرنامج، فممكن بعض التعليمات نريد نلغيها، نجي على الشفره مالتها بس نحط نو اوبريشن، نو اوبريشن بدل الشفره مالتها. شو راح يصير عندي؟ راح تلغي هذه التعليمات بدل ما نعيد كتابه البرنامج من البدايه، لانه اذا ردنا نشيل تعليمه لازم التعليمات اللي وراها شو يصير بيها؟ تصعد لي فوق، يعني الشفره اللي موجوده في البايت اللي بعده تصعد مكان هذا البايت وهكذا. بينما احنا نجي نحط بهذا البايت شفره نو اوبريشن كانما لغيتها، من يجي المعالج يشوفها يعبرها ما ينفذ اي شيء. اوبراند تايبس انواع الاوبراند، انواع المعاملات اللي تجي مع التعليمات. احنا الان اخذنا التعليمات كلهن، شنو شفنا نوع المعاملات اللي تجي مع التعليمه، نقدر الان نصنفهن. There are different ways for specifying the operands. شنو هي الطرق اللي نصنف بيها الأوبرانز؟ مثلا عندي بعض التعليمات يجي تجي بدون معامل، فالمعامل اللي نريده يعني كل تعليمة مقصود بها عملية معينة، يعني مثلا complement accumulator، احنا من اسمها نقول complement accumulator يعني مقلوب او معكوس او النوت للأكيوميليتر، يعني accumulator هو المعامل، لكن هنا من ذكر نكتبه بصف التعليمة كمعامل ملحق يعني والتعليمة كأنما نكتب الحرف هنا أي، وإنما هو من ضمن التعليمة، لذلك نقول عليه implied operand. هذا الأوبراند هو ضمني داخل التعليمة، ضمن كتابة التعليمة. في حين ممكن عندنا الأوبراند يكون هو 8-bit number بيانات مباشرة immediate data بيانات آنية مباشرة نمطيها بعد التعليمة، يعني التعليمة هي add immediately ويجي وراءها رأسا قيمة عددية مباشرة، قيمة عددية يعني نذكر القيمة العددية مباشرة، مو حاطين القيمة العددية 4F هكسا مثلا هذه بالنظام السداسي 10، مو حاطيها في الميموري واحنا نقول اجمعها في موقع الذاكرة مع الاكيوميليتر، لا وانما راح نجمعها مباشرة immediately مع الاكيوميليتر هذه القيمة العددية، فهذه نسميها شنو؟ immediate data، نطلق عليها تسمية immediate data. ممكن يكون الاوبراند هو register، مثلا ممكن نقول على سبيل المثال اطرح صب المسجل بي، وتعني اطرح المسجل بي محتويات المسجل بي من محتويات الاكيوميليتر وحط الناتج بالاكيوميليتر. هنا البي اصبح هو معامل التعليمه، طبعا
المعامل الأول اللي هو ثابت دائما، قلنا ما ينذكر هنا في هذا المعالج في تعليماته لأنه دائما هو الأي، فإحنا نذكر بس المسجل الثاني اللي نريد نسوي العملية معه اللي هو هنا مثلا البي، أو ممكن نقول add بي، المعامل بي هو معامل التعليمة، أو أي تعليمة أخرى ممكن نذكر بها المعامل ويكون هو مسجل، نقول عليه هنا الأوبراند نوع register. يعني مثلا تعليمة move، لو جبنا تعليمة move move البي للسي أو move البي إلى الأي، هنا المعاملين اللي جاي نذكرهم للموف هم كلاهما مسجل. أيضا ممكن يكون الأوبراند هو 16 بت أدرس، يعني ميموري أدرس، ممكن يكون 16 بت أدرس مثل تعليمات اللود على سبيل المثال LDA، تعليمة اللود هذه يجي وراها مباشرة عنوان، هذا عنوان مباشر، هنا أدرس نقول عليه، يعني نوع الأوبراند أدرس، بس كطريقة عنوان راح نأخذها لاحقا نقول عليه عنوان مباشر. الآن هو المهم أدرس يعني عنوان، يجي مع التعليمة عنوان، احنا نقول عليه أدرس 16 بت أدرس. الانستركشن سايز حجم التعليمة نقدر نقول اعتمادا على نوع المعامل التعليمة يمكن أن يكون لها أحجام مختلفة، وسبق أن وضحت في فيديو سابق أنه هنالك ثلاثة أنواع من أو ثلاثة أحجام للتعليمات. It will occupy a different number of memory bytes، يعني حجم التعليمة بالتأكيد هو راح يحتاج إلى مواقع ذاكرة حتى تخزن فيه، فحجم التعليمة ينعكس على حجم الذاكرة المطلوب لخزن هذه التعليمة. نموذجيا كل التعليمات تحتاج إلى 1 بايت، يعني كأننا خلينا نقول قاعدة أنه كل التعليمات تحتاج إلى ماكو أقل من 1 بايت، لأنه على الأقل التعليمة يحتاج لها أوبكود، كل تعليمة يحتاج لها أوبكود، الأوبكود هذا هو 1 بايت، فإذا كل التعليمات تحتاج بايت. لكن أكو استثناء، بعض التعليمات قد تتضمن immediate data، فيجي وراء الأوبكود immediate data، صار نحتاج شنو؟ موقع بعد الأوبكود نحتاج بايت ثاني، أو ممكن يجي ميموري أدرس، الميموري أدرس هنا مو بايت بس بايتين، لأنه الميموري أدرس هو 16 بت، نعرف أنه الأدرس مكون من 16 بت معناه يحتاج إلى بايتين في الذاكرة، فيصير كأنما عندي احتمالين، الاستثناء احتمالين أنه هي أما تعليمة أوكي هذه، والاستثناء احتمالين، أما أنه الانستركشن تحتاج إلى 2 بايت، تحتاج إلى 2 بايت، الأول للأوبكود والثاني للبيانات ذات 8 بت اللي هي البيانات المباشرة immediate data، أو أنه احتمال أنه التعليمة تحتاج إلى 3 بايت لأنه تحتاج بايت للأوبكود وتحتاج 2 بايت للعنوان ذو 16 بت اللي ملحق بالتعليمة، فإذا أصبح عندي 3 أحجام للتعليمة، بايت هذه تعليمة واحدة أوبكود ماكو وياها في شيء، وبايتين لما يكون عندي تعليمة أوبكود ومعاها بيانات، وثلاث بايتات لما يكون عندي تعليمة أوبكود ومعاها أدرس. شنو هي التعليمات اللي معاها immediate data؟ المعامل الأوبراند اللي يكون ذو 8 بت number هو هذا اللي نقول عليه immediate data. مثلا على سبيل المثال move immediately، نريد نحط مباشرة، ننقل مباشرة، نضع مباشرة في المسجل أي القيمة العددية 32. طبعا المقصود هنا بأي قيمة عددية نذكرها بالأسامبلي 8085 هو النظام السداسي 10، في النظام السداسي 10، 32 في النظام السداسي 10. إذن العملية هي move immediately المسجل أي محددة هذه، والأوبراند هو immediate data اللي هو 32 بيانات مباشرة. هذه كيف تكتب في الذاكرة؟ هذه التعليمة تكتب في الذاكرة بالشكل التالي، 3E هذه هي شفرة الأوب كود للموف إميديتلي للأي، وال32 هذه هي القيمة العددية، هي القيمة العددية، هذه القيمة العددية إميديت داتا الملحقة بها، فصار عندي بالفيرست بايت يقعد الأوب كود وبالسكند بايت يقعد الإميديت داتا، فهي تحتاج إلى بايتين. أما إذا كان التعليمة وياها ميموري أدرس، مثلا على سبيل المثال المطلوب العملية نسويها الانتقال إلى العنوان 2005، ونكتب التعليمة jump 2005، الجمب وحدها إلها أوبكود وهو الأوبكود مالتها راح نشوفه هو C3، والعنوان المعامل مالتها معامل التعليمة يعني
الجمب بحد ذاتها لها اوبكود ووراها يجي ورا الاوبكود 16 بت ادرس. هذه تعليمه ذات 3 بايت. راح نشوف ليش، لانه البايت الاول ونست بايت الفيرست بايت راح ياخذ الاوبكود مال التعليمه، هذا هو الاوبكود للجمب. ثم ال 2085 هذه هو الادرس، شوفوا 2085، لكن دائما يوضع البايت الاول في القيمه الاقل 8 بت الاقل، والبايت الثاني اللي بعده من الادرس، البايت الثاني من الادرس، هذين بايتين للادرس، بايت الاول يوضع فيه القيمه الاقل النصف الاقل، واللي بعده يوضع فيه النصف الاكبر. دائما ترتيب العنوان بهذا الشكل، العنوان ياخذ بايتين، نحط النصف الأقل 8 بت الأقل هنا والثمانية بت الأكبر تجي هنا. لو نصنف أو نذكر الأدرسينج مودز، المايكرو بروسيسر إلى عدة أدرسينج مود محددة. نذكر الأدرسينج مودز اللي معروفة أو مصنفة هي Implied Addressing Mode، يعني أنه الأدرس مضمن ضمن التعليمة. وهنا ذكرنا مثل ما قلنا الأوبراند ضمن التعليمة، الأوبراند هو أدرس للرجستر، فهنا في هذه التعليمة الأدرس للرجستر يحدد، يعني لما نريد نحدد رجستر معينة شلون، طبعا احنا قلنا كل شيء يحتاج لأدرسينج، المسجلات أدرسينج مالتها أساميها، مواقع الذاكرة الأدرسينج مالتها هو الأدرس مالتها اللي هو من الصفر إلى كذا قد حجم الذاكرة، المنافذ الإدخال والإخراج لها أدرس أيضا، لها عناوين كيف نميز منفذ من آخر وهكذا. هنا العنوان اللي موجود بهذه التعليمة هو للمسجل اللي تشتغل عليه هذه التعليمة، هو المسجل أي، يعني مضمن العنوان ضمن التعليمة نقول عليها Implied. Immediate آنية يعني شنو؟ يعني عندي بيانات آنيا ظهرت مباشرة immediately بالتعليمة، وأغلب التعليمات اللي يجي بيها immediate، هذا حرف الآي نشوفه هنا بالتعليمة MVI، حرف الآي يشير إلى أنه immediate، يعني هذه immediate addressing mode بها التعليمة. direct addressing يعني شنو؟ يعني ينذكر العنوان مباشرة ضمن التعليمة، مثل بالجمب، مثل باللود، مثل بالستور، مثل بالكول، هذه التعليمات يجي مباشرة بعدها عنوان نقول عليه Direct Addressing Mode، مثل Load Accumulator من عنوان 4000. طبعا هاي 45 هكسا وهذه 4000 هي هكسا، كل ما ينذكر من أرقام أو قيم عددية بالنظام السداسي 10. Indirect Addressing Mode مثلا لما نستخدم تعليمة LDAX المسجل B، والمقصود هنا BC طبعا، بس هو pair register مدام اكو x يعني pair register، بس احنا نكتب بس البي، واللي يفهمها يعرف بانه هنا مدام pair register اسم البي يعني هو البي سي. شنو indirect؟ ليش indirect؟ لانه هنا ما ذكرنا عنوان مباشرة مثل هنا مباشرة ذكرنا العنوان بالتعليمة، وانما ذكرنا اسم مسجل هو اللي يحمل العنوان، وكأنما اريد نقول انه نحمل من موقع الذاكرة اللي عنوانه موجود في المسجل بي، ما قلنا اللي عنوانه كذا مباشرة، وإنما اللي عنوانه موجود في المسجل بي. الداتا فورماتس، ما هي أشكال البيانات المعروفة للتعامل معها؟ البيانات اللي يتعامل معها المعالج بشكل عام، الحاسب الدقيق بشكل عام، هي الأصفار والوحدات. لكن هاي الأصفار والوحدات ماذا تمثل؟ نقدر نقول بين الأصفار الوحدات يمكن أن كل 8 بت، طبعا كل بايت من أصفار الوحدات، لأن وحدة القياس عندنا لهذا المعالج هو 8 بت، ممكن أن تكون هذه 8 بت هي ASCII كود أو BCD binary code decimal أو signed integer أو unsigned. شنو يعني؟ يعني نفس الأصفار الوحدات مرة ممكن نمثل بها ASCII كود، يعني رموز، يعني الحروف، الرموز الخاصة، كل الرموز اللي معروفة موجودة على لوحة مفاتيح أو نقدر نقرأها على الشاشة هي لها ASCII كود، شفرة ASCII. البي سي دي يعني بالنظام العشري المشفر بالثنائي أو بالنظام السداسي عشري عندنا نقول. السايند نمبر أو سايند انتجر بإشارة، السايند بإشارة والأنسايند بدون إشارة. من المهم أنه نعرف أنه المعالج هو يتعامل مع أصفار وحدات فقط، هو لا يعلم هذه الأصفار والوحدات هل هي ASCII كود أم BCD أم signed أم unsigned numbers، إنه يتعامل مع سلسلة من البتات تكون أصفار أو وحدات. اليوزر
هو اللي يجب أن يعرف معنى السلاسل الأصفار والوحدات هذه. مثلا لو نجيب مثال الآن، هذه سلسلة الأصفار والوحدات اللي موجودة هنا، 1 3 0 0 1 0، هذه ممكن أن نفهمها في 4 أشكال مختلفة. على سبيل المثال، ممكن أن تكون هذه القيمة اللي موجودة هنا هي equivalent للdecimal number 65، فممكن أن تكون unsigned number هذه بدون إشارة، قيمة عددية بدون إشارة، وهي تعادل العدد العشري 65، وممكن تكون هي عدد ممثل بالBCD بالباينري كودد ديسيمال وهي 41، وممكن تكون ASCII كود، ممكن تكون ASCII كود هذه السترينج ممكن تكون ASCII كود وتمثل الحرف أي مثلا. هذه عموما هي مجموعة أصفار وواحدات، لكن هذه السلسلة هي مجموعة أصفار وواحدات. اليوزر أو البروغرامر اللي كتب البرنامج هو إلى قصد بهذه أن تكون هل هي رمز أم عدد بدون إشارة أم بإشارة أم هي BCD. على فكرة الASCII كود هذا هو اختصار American Standard Code for Information Interchange، هذه الشفرة الأمريكية القياسية لتمثيل المعلومات.